الحمد لله. فنحن نستقبل رمضان بالفرح، ونحن نتقابل بعضنا بعض، ونقدم لهم تهنئة وتحية، ونتعانق ونذهب إلى أصدقاء ولا إلى زملاء وإلى أي جيران. فعندما يظهر رمضان فكلنا نذهب إلى مساجد في نفس لأول تراويح، تصلي أول تراويح أول ليلة رمضان. نعم، ليلة رمضان. فهنا في سماعات نحن نحيي أي أهل القرى وأهل المدن. يا أهل المدن، مبارك عليكم، الله من علينا مرة ثانية. نعم. خلينا نسألك على الاستعدادات الدينية بقى الخاصة بالدولة أو حتى الخاصة بالمواطنين الباكستانيين أو الأسر. نعم. إن إحنا هنا بنشوف إن إحنا بنعلق زينة رمضان في البلكونات وعلى الشبابيك، وفانوس رمضان بيميز الشهر الكريم. هل أنتوا عندكم مظاهر من البهجة أو مظاهر من النوع ده ليها علاقة بالشهر الكريم؟ نعم، نحن في رمضان الكريم نحن نزين بيوتنا بنور صغيرة في السلسلات. نعم. وأيضا هنا في بيوتنا وفي مساجدنا هنا حلقات أي الذكر، وحلقات القرآن، وحلقات ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر رمضان، وذكر أنعام من الله. وهذه الليلة مثلا ليلة القدر 21 23، كل ليلة هنا حلقة خاصة بليلة القدر، وهنا فضائل ليلة القدر وفضائل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نحن في هنا نجهز بعض حلقات الحديث وبعض حلقات دروس القرآن وفقه وهكذا. نحن